12/6/2019 القادم ستصبح فيه؟ انت باقي هواي من الاسئله. سيصبح عمري 32 سنه. لا طبعا لا، انا صار عمري 32 سنه. الانسان بالفطره يخاف الكبر، صح، يخاف العجز. من صار عمري 32 سنه قلت خلاص انا هذا عمري النهائي 32 سنه، فقمت ما احتفل بعيد ميلادي، وقفتها. وقفت في 12/6/2019 سأبلغ بالهوية نعم الخمسين سنة. كل العمر يا رب. سلمك. أنا كلش أشكر الله أنه خلاني أعيش 50 سنة، كلش هواي، لأن فلذاتك بادنا راحوا في الحروب والانفجارات. الموت في العراق صدفة مو قدر، صدفة أن تفوت في هذا الشارع بصير انفجار تروح. فالله أعطاني 50 سنة، خلالها أنشأت عائلة سعيدة، خلالها كتبت أكثر من 27 مسلسل، وبعض الحمد لله حقق صدى واسع بلا شك. ف12/6 راح أبلغ 50 بالهوية. نعم أنا عمري 32. فشكراً لله. احنا نحب نبارك لك من الآن. شكرا لله، شكرا انه عشت 50 سنة.